هذه العملية تطوعية من طرف طلبة وأساتذة من المدرسة العليا للأساتذة وكذا أساتذة من قطاع التربية الوطنية حيث يتم امتحان التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا في المواد الأساسية. الشعب المعنية هي شعبة العلوم التجريبية، تسير واقتصاد، شعبة الرياضيات شعبة الآداب والفلسفة وشعبة اللغات الأجنبية. كذلك من أهداف هذه البكالوريا التجريبية هو تدريب طلبة المدرسة الذين هم أساتذة المستقبل على على عملية تنظيم الامتحان الرسمي بكل ما تعلق بذلك من تحضير للأسئلة من أمانة من حراسة من تصحيح إلى غير ذلك من العمليات هذه الطبعة سجلنا 460 مترشح وانطلقت في ظروف جيدة واخترنا هذه اليومين عطلة نهاية الأسبوع حتى لا نؤثر على دراسة التلاميذ في مؤسساتهم التربوية كانت بكالوريا تجريبية بالنسبة للمدرسة العليا الأساتذة بداية بالاستقبال اللي كان في المستوى إضافة إلى تنظيم المحكم وأخيرا إلى التجربة التي راح نختبر فيها أنفسنا تجربة نفسية عقليه يعني من كل نواحي وراح تكون هذه اول محطه للعبور الى بكالوريا ونسال الله التوفيق والنجاح ان شاء الله